سيدتي سادتي، أهلا وسهلا بكم، سعيدة دائما بلقائكم في هذا الفضاء الإعلامي من استوديو تلفزيون الجزائري. محور حصتنا اليوم سيكون الدخول المدرسي 2020-2021 الذي أقرته الحكومة على أن يكون في 21 من شهر أكتوبر الجاري والرابع في شهر نوفمبر القادم. دخول أو موسم دراسي بطعم خاص أفرزه فيروس كوفيد 19، فما هي حينئذ الإجراءات الوقائية الصحية التي أقرتها وحددتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية وبموافقة اللجنة العلمية لمتابعة ورصد كوفيد 19؟ كيف هو التعامل مع حالات الكوفيد إذا تم تسجيلها في المدارس وفي المؤسسات التربوية؟ هل سيتم تعقيم أو تنظيف أو تطهير الأمكنة ومباشرة الدراسة ومتابعة الدراسة، أم سيتم غلق هذه المدارس؟ ماذا عن متابعة التلاميذ والأساتذة وكل عمال التربية قصد قطع الطريق أمام انتشار هذا الفيروس اللعين؟ كيف ستكون إذن البروتوكولات المطبقة على الأساتذة في حالة اكتشاف حالة كوفيد 19، ومن ثم دور طب العمل في كل هذا؟ استمرار الدراسة وحماية أطفالنا وحماية عمال التربية بكل أنواعها هو أمر معقد وصعب، ولكن ليس بالمستحيل، يعتمد على إطار صحي منظم، ولكنه أيضا على أسلوب التواصل والاتصال وتغليب الحكمة في المسايرة أو في مسايرة هذه الوضعية. هي إذن محاور ضمن أخرى سنتطرق إليها مع ثلة من الأساتذة في التربية والطب. أبدأ بترحيب بضيفتي الكريمة فتيحة باشا، وهي عضو في المكتب الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ. أهلا وسهلا بك. شكرا، أهلا وسهلا بكم وبكل هذا الضيوف الكرام. شكرا. البروفيسور عبد الرزاق أبو عمرة، رئيس مصلحة الطب الوقائي بمستشفى البوليدة، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، وجد وسعيد أن يكون معك اليوم في هذا الحصة. واليوم هناك تفاؤل من حيث الوضعية الوبائية، ندرسوها الآن، سنتطرق إليها. أسعد أيضا باستضافة الدكتورة بسمحة فاطمة، وهي مديرة فرعية بالأوساط المتخصصة يعني الخاصة بالمدارس والجامعات بوزارة الصحة. شكرا، اهلا وسهلا، وشكرا على الاستضافه. شكرا لك، وان شاء الله تكون هذه الحصه يعني بادره خير ومثمره وانطلاقه خير ان شاء الله، وكل شفافيه نتكلم، وحتى نعم انا نقول دائما نفهم كي نتفهم ونساير الوضع لان لاقل الاضرار. نعم، لان الانسان عدو ما يجهل. أحسنتي. ومن وزارة التربية شرفنا كثيرا بحضوره السيد بوضياف محمد، مدير مركزي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، وشكرا على الاستضافة، ورحب بالجميع إن شاء الله وبالأولياء والمشاهدين الكرام. شكرا لكم جميعا على الحضور. وستكون معنا عبر الهاتف البروفيسور بوحلة نفيسة، وهي مختصة في طب الأطفال، لأن سؤال يطرح نفسه طرح من العديد من الأولياء فيما يخص الأقنعة الوقائية سيما في الطور الابتدائي. قبل أن نخوض في هذه المحاور وأخرى، بروفيسور بو عمرة، الوضعية اليوم في الجزائر وإن يراها الأغلبية أنها مسيطرة عليها، لكن اليوم وقبل أن ندخل الاستوديو يعني الكثير من الأساتذة في الطب قال لك يجب أن ندق ناقوس الخطر في إعادة احترام الإجراءات الوقائية، لأن بعض المصالح سيما الإنعاش يعني بدأت تمتلئ. هي في الحقيقة إذا كنا طلقنا الوضعية الوبائية، إذا نأخذ الأيام الشهر الأخير أو الشهرين الأخيرين، كنا سجلنا حالة استقرار، وهذا الحالة استقرار كان يتلخص أنه كان عندنا لو طو دو كونتاميناسيون كان ناقص، ومام طون كان مام لي سيرفيس دوريا وين شفناهم نقصوا. نعم، لكن كل مع يلزمنا دائما نقعدوا ناخذوا هذه المعطيات دائما بحذر، بتحفظ
بتحفظ. نعم. لانه يلزم نعاود ونرجعوا كل مره كنا نقولوها، كي تكون لا ريسيبتيفيتي مازالت كاين، كي تكون لو طو ديمونيتي مازال كاين، كي يكون لو فيروس مازال استدير لي توجور نشط لي اكتيف استدير لا كونتاميناسيون كاينه. اذا ديناميكيه لا ديناميكيه تاع الفيروس كاينه، اذا اذا كل ما يكون تراخي راح يقابلوا صعود في العدد، كل ما يكون تشوف تراخي. لا ماشي تراخي، نسينا كل الـ كل الـ انا شفت في الايام الاخيره اننا نسينا كل اللي مجر باريا نسيناه، حتى انه في بعض المناطق وين البافات وصلنا قبل ما نوصلوا لحاله استقرار كنا سيرار ونلقاو ناس يبورت با البافات نتاعهم باغ اكزومبل لقينا على الواقي. نعم. لكن الان تعكست الحاله انه نشوفوا قليل الناس كي بورت القناع الواقي. نعم. وهذا من هذا المنبر نتاعك لازم نعاود نقولوا انه لحد الساعه مادام ما كاش فاكسان، مادام ليميونيتي نتاعنا ما طلعتش حتى ل 70%. نعم. وباش تطلع يلزم لها مده طويله، وقت كبير. نعم. وقت كبير ومده سنتين ولا اذا، وباش نتعايشوا ونسيروا الوضع نتعايشوا مع الفيروس هذايا نتعايشوا معاه، ولكن ناخذوا توجور الاحتياطات. ولا نريد ان نعيش اليوم سيناريوهات بعض الدول المجاوره وحتى الدول الافريقيه. اليوم على سبيل المثال وليس الحصر، فرنسا سجلت 30,000 حالة إصابة يعني، وفي حالة يعني استنفار، إعادة فرض الإجراءات الحجر والتشديد يعني حالة استنفار إذا صح تعبير السيد عمر. فرنسا في المدة الأخيرة كذلك كانت عندها لا كونتاميناسيون كانت كثير. نعم. هما لونسو لو ديبيستاج كانوا قدروا يكابتيو ناس كثير، لا كونتاميناسيون مام كثرت جوسكا ماتنو، باسكو كاين خلاف حتى ما بين لي سبيسياليست سونتي بوبليك تاعهم. كاين اللي يقول رانا ديجا في لا دوزيام فاك، في الموجه الثانيه. باغ كونتخ الموجه الثانيه كاين ناس لي سبيسياليست دي بون سبيسياليست سونتي بوبليك هما ياخذوا المؤشرات باش يديكلاريو، ما يديكلاريوش هكذاك من العدم. من العدم كاين اللي قالوا مازلنا ما درناش، رانا عم خايفين مازلنا ما درناش لا دوزيام فاك. لانه علاش؟ لانهم هما ياخذوا دائما ذاك المؤشرين اللي نعاودوهم لوسبيتاليزاسيون ريانيماسيون في الانعاش، في الانعاش ولي دي سي الموت كذلك، مازالوا ما وصلوش للحده اللي وصلوا فيها من قبل. حتى طيب. انهم كومباراو ما بين لي دو بيريود، البيريود تاع هذه تاع الدوبي تاع الدوزيام فاك ولا بيريود اللي من قبل كي كانت راح تبدا الموجه الاولى. نعم. ولقاو انهم مازالوا ما وصلوش لهذاك الشيء. لذلك كاين علماء نتاعهم تضارب في الاراء. نعم. الشيء الأكيد أنه العدد زاد. زاد. ونحن في الجزائر الوقت ما زال في صالحنا، يلزم يعني حتى نقولها بالدرجة نستغلوه حتى إن شاء الله تعود النشاطات الطبية إلى ما كانت عليه من قبل، أن العديد من المرضى هم في حاجة إلى جراحة، في حاجة إلى علاج، إلى هلما من ذلك. نعود إلى موضوعنا اليوم وهو الدخول المدرسي الذي سعد به الأغلبية، حتى الأولياء تنفسوا السعداء أظن، صححيني إن كنت أخطأ. كيف يعني استقبلتم دخول المدرسي اللي عنده طعم خاص؟ بالفعل بالفعل يعني أشاطرك الرأي، الأولياء يعني هم في يعني مشتاقين يعني في شوق يعني اللي يشوفوا أبنائهم يعودوا إلى مقاعد الدراسة. دراسة. نعم. وإحنا نشوفوا بلك هذه السنة سنة يعني استثنائية، يعني الله غالب راهي مست كل العالم. نعم. والجزائر بالأخص، فقط لازم نعود نولوا للوراء شوية نقولوا أن 12 مارس 12 مارس كان. نعم. انقطاع أبنائنا عن مقاعد الدراسة بطريقة يعني يعني متوترة، ما كانش بطريقه يعني نزيهه حكيمه، طريقه متوتره يعني هذا الوضع فرض نفسه. الوضع فرض نفسه. نعم. اذا اليوم اعاده تاعهم لازم تكون اعاده بطريقه ممنهجة، نزيهه ومنهجه ومنتظمه، وخاصه تتبع بنصائح، تتبع يعني تكون بسلاسه، تكون ماشي طفل من سلاسه يعني من طرف الاولياء او الجمعيات. النصيحه الاولى تاعنا هي الاولياء، دائما للاولياء لانهم هم الحلقه الاساسيه. كيف اليوم يتعاملوا معهم؟ لان 7 شهور ابناء كانوا مع الأولياء، إذا الأولياء اليوم عندهم دور كبير. وتفضل الدكتور قال شيء يعني مهم جدا اللي هو بارك الله فيه، قال هناك تراخي في احترام الإجراءات الوقائية. إذا تراخي من المواطنين، المواطنين أغلبهم هم أولياء. نعم. عندنا أكثر من 9 ملايين تلميذ، الله يبارك ربي يبارك. إذا كان الوالي اليوم ما يحترمش الإجراءات الوقائية، الإبن سيقوم بنفس السلوك. إذا اليوم الإعلام عبر الإعلام. نعم. يعني يجب أن نعطي المثل
المحترمة اللي نعم. عندنا يعني متنوعة في الجزائر تلعب دور كبير في التحسيس والتوعية. كيف يعني لازم الأولياء يوجدوا الأولاد تاعهم بطريقة ممنهجة؟ كيف يعني؟ أولا ما يدخلوا لهمش الخوف والرعب يعني، وخاصة الأطفال الصغار يعني، كيما نقطعوا عن الدراسة بطريقة يعني خشنة ماشي بطريقة سلسة. إذا كان هذا الكوفيد سيفغي كان خوف على الجزائريين وخاصة العائلات الجزائرية. نعم. وكان مجهول هذا الفيروس في البداية، يقول لك الطفل الناقل. كنا يعني كنا نسمعوا بليك موت وموت وموت، إذا كنا كمان خوف، والخوف من هذا الفيروس يعني كان كأنه وحش. يعني اليوم الأولياء، إذا كان الراشد يشوفه بطريقة يعني تاع الخوف، ما باله كي طفل صغير. إذا اليوم عودة أبنائنا لازم تكون عودة ممنهجة قلتيها ومنتظمة وسلسة. نعم. باش نعود نردهم إلى مقاعد الدراسة. إحنا نعم الأولياء رغم متشوقين يشوفوا أولادهم، ولكن لازم المعيار الأول والأخير هو البروتوكول الوقائي. و يعني الموضوع ياخذني الى دكتوره ابو سماحه. اليوم بروتوكول عملته وزاره الصحه بتنسيق مع وزاره التربيه واللجنه الوطنيه العلميه لمكافحه كوفيد يتضمن العديد من النقاط، يتضمن العديد من النقاط، من بينها التنظيم في القسم شحال يكونوا التلاميذ. كلمينا يعني على هذا البروتوكول. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل ما نبدأ في البروتوكول، ماذا بينا نبدأ من حيث ودها الأستاذ أبو عمرة. احنا اليوم الشيء اللي الواقع اللي رانا عايشينه اليوم، احنا ما ندخلوش في جدال هذه موجة ثانية أو موجة ثالثة. نعم. أو موجة أولى أو تواصل الموجة الأولى. الشيء الحقيقي والموجود الآن أن الأرقام ترتفع في العالم، في كل دول العالم، وهذا شيء مؤشر. حتى في الجزائر هذا الأسبوع، حتى في الجزائر بدأت، وهذا الشيء اللي كنت نقوله. نعم، هناك ارتفاع، وهذا الشيء الحقيقي احنا عايشينه، يعني ارتفاع الأرقام الحالات. أو ارتفاع الحالات الإصابة. وإحنا نعلمه أن في احنا الجزائر تنتمي الى عالم، هي في يعني موجوده. نعم. في هذا العالم. نعم. يعني ما يحدث على الاخر يمكن ان يكون عندنا، ويكون يمكن يكون قريب، احنا ما نتمنوش ان شاء الله، لكن يمكن ان يكون. لذلك مزيد من اليقظه. نعم، لذلك وضعت وزاره الصحه بالتنسيق نقولوا اللصيق او الوثيق مع وزاره التربيه بروتوكول صحي، حتى لا يكون حبر على ورق، ويكون كان هناك تنسيق يعني تنسيق جيد، وربما لأول مرة يعني يقال رب ضارة نافعة. هناك يعني تنسيق جيد بين وزارة التربية ووزارة الصحة. كانت هناك الصحة. جلسات كانت هناك جلسات ماراثونية للوصول إلى يعني هنا باش نوصلوا إلى النقطة وين يقدر البروتوكول البيداغوجي اللي يشرحه لنا الأخ ما يكون تنسيق بين ما كل ما هو بيداغوجي لما هو صحي. نعم. يعني لازم يكون هناك تناسق. يعني ما يكونش الصحي لوحده والبيداغوجي لوحده. حتى تكون النتيجة تعطي ثمارها. نعم، تعطي ثمارها، خاصة كما قلت وذكرنا ذكروا الجميع أن انقطاع الدراسة كان من 12 مارس، يعني مدة طويلة جدا. نعم. وحتى نعم. أن هناك من يقول أن حتى الأطفالنا فقدوا ربما حتى الأشياء نفسيا، وحتى الأشياء اللي يملكوها كمسلمات فقدوها ربما. نعم. لذلك كان لازم علينا أننا لما نبدأ من نقطة يعني ثابتة. نعم. وجيدة. لذلك احنا البروتوكول اكد على اشياء يعني التباعد الجسدي اولا، مقياس الحراره، التهيئه اولا قبل التباعد الجسدي، اعاده التهيئه النفسيه، اعاده التهيئه للمدارس. نعم، شيء مهم جدا. كيف يعني اعاده التهيئه؟ يعني إعادة ربما مدير التربية، يمكن سمحي لي، إعادة تهيئة المدارس حتى تكون يعني ما تكونش هي نقطة انطلاق للأوبئة. نعم. عند يعني تكييف يعني نعم بالتجهيزات والمقاعد تنظيف المدارس حتى تكون ما تكونش هي منطقة أو بداية الوباء. نعم. هذا بالنسبة للمدارس. نعم. أما بالنسبة للتلاميذ، احنا ركزنا أو المستخدمين الأساتذة المعلمين، هناك ثلاث نقاط لازم نحفظها وكل إنسان لازم يحفظها في هذه المدة، اللي هي التباعد الجسدي.
نظافة اليدين مهمة ومهمة جدا، لأن على أن يكون الماء متوفر في المدارس، هذا اللي تكلمت عليه، يعني تهيئة المدارس هذه نقطة مهمة في تهيئة الماء، لأن نتكلم على غسل اليدين لازم تكون غسل اليدين يعني وجود الماء، هذا شيء بديهي. نعم نعم. والنقطة الثالثة هي القناع الواقي. نعم، بخصوص القناع الواقي، قبل أن نعطي الكلمة إلى الدكتور بوضياف، القناع الواقي أثار الكثير من الجدل سيما في الطور الابتدائي، ومعنا البروفيسور بوحلة نفيسة رئيسة مصلحة الطب طب الأطفال ببني مسوس. مساء الخير بروفيسور. شكرا لك، تكلمينا بالدرجة بروفيسور كما جرت العادة. بروفيسور بوحلة، الكثير من الجدل يعني في وسط الأولياء متخوفين على البور دو ماسك أو ارتداء القناع الواقي سيما وخصوصا للأطفال، ما هي التوصيات بخصوص وضع القناع الواقي للأطفال؟ وزارة الصحة، يعني أنا متأسفة أن وزارة الصحة لما يعني دارت هاد كامل الوصايات ما سألتش ولا ما على بالناش ولا ما تكلمت لناش خلاص باللي دارت هاد الوصايات للأطباء الأطفال باش يقدروا يعرفوا وش هي الوصايات اللي عطاتهم وزارة الصحة، وباش يقدروا يقنعوا الأولياء ويقنعوا يعني كامل الناس حواليهم، باسكو مهم بزاف باللي كاين بزاف تاع الأولياء اللي عندهم ثقة كبيرة في طبيب الأطفال تاعهم، دونك كي وكان يعطيو لهم وكان يعطيو لهم هذه المعلومات أنا ظهر لي حاجة مليحة، ولكن على بالنا خاطر احنا كامل نقراو يعني بروتوكولات هي صحية بروفيسور بوحلة، اللي كانت حتى معقولة. نعم. طلبت باللي يكون ما يكونش قناع عند الأطفال تاع يعني اللي يروحوا للروضات ولا حاجة، باسكو القناع يعني مش معقول واحد يعني يطلب طفل أقل من خمس سنين وقل يطلب له قناع. أما الأطفال اللي يكونوا في المدرسة، أما في الابتدائي أو أكثر، فمطلوب منهم القناع، وهذا يعني وش قال التوصية تاع وزارة الصحة كما توصية تاع تتماشى مع التوصيات العالمية تاع الوامر اللي تقول باللي القناع الواقي يعني لابافيت الواقي بعد 12 سنة حاجة يعني لازم تكون مبسوط في 16 سنة يعني إلي كونسيي ماشي مجبر ولكن إلي كونسيي بين 11 سنة اللي يكون طفل يلبس القناع يكون قل من 6 سنين 5 سنين وقل لا القناع ماشي مليح ليه. سؤال قبل ما تغادرينا، عندك سؤال سيدة باشا؟ بالفعل احنا يعني اولا نحييو البروفيسوره نفيسة بالرحلة. فقط محسوب البروتوكول عندما نقول عند الاطفال تحت 6 سنوات، يعني احنا نعرفوا باللي كاين يعني الصحه العالميه هضرت على تفضلي تفضلي اسمحي لي باش تكون هناك باش الفكره تصل. بروفيسور بنحلة راكي معنا؟ نعم. البروتوكول الصحي للمدرسي والثانوي يعني كل يختلف عن البروتوكول الصحي في ليكراش في الروضه سي با لو ميم. وكاين نقطه ان البروتوكول الصحي درناه فليكسيبل، نقدروا مرن يعني نقدروا نبدلوه في اي لحظه. احنا دينا الاجراءات، اولا قلنا فرضنا القناع الواقي للأطفال
كبداية حتى نشوفوا كيفاه يصير في بعد الدخول المدرسي، ونشوفوا أننا يعني إحنا حبينا نحاوطوا المشكل من كل طريقة، يعني حتى ولو زدنا شوية، ولكن يعني هذا التخوف يعني مشروع، لكن وضعنا أن البروتوكول الصحي يمكن غيره، في أن ما كان هناك جملة تقول أن البروتوكول الصحي يمكن تغييره على حسب تطور الوباء. نعم. تطور الوباء. نعم. يعني هذه النقطة بروفيسور بنحلة قبل ما تغادرينا، يعني دكتور بسمح قالت لك هذا البروتوكول هو مرن يساير، يعني يتماشى يسادبت باش تفهميني مع الوضعية الوبائية. البروتوكول بيان سور يتماشى مع الوضعيه الوبائيه، سي نورمال. بصح البروتوكول يتماشى ثاني مع المعلومات العلميه اللي عندنا الجديده. هل يتماشى مع المعلومات العلميه اللي عندنا؟ يعني الطفل، انا نتكلم من جانب اني طبيبه اطفال. نعم. دونك راني نقول باللي الطفل اللي عنده قل من 6 سنين سي نورمال ما يقدرش، واعر عليه باش يدير القناع. بصح كاين حوايج واحد اخرين، هو التباعد الجسدي، وسورتو سورتو سورتو حاجه المهمه اللي عندي انا عندها اكثر اهميه، غسل الايدي. فوالا احنا موافقينك. سيكوندير الكحول. نعم. بروفيسور محله قبل ما نعم في المدارس. نعم. يكون متوفر الماء. نعم. الماء قبلك حيد من الماء والصابون. نعم. بروفيسور بنحلة قبل أن يعني تغادرينا، قلتي نتماشوا مع الأبحاث العلمية، في كل مرة يتغير يعني لي دوني والمعطيات بخصوص هذا الفيروس العجيب. في البداية كانوا يقولوا باللي الأطفال هم ينقلوا الفيروس، يعني قناة ناقلة للفيروس للآخرين. اليوم الأبحاث الجديدة، هل المدرسة تعتبر مصدر خطر لانتقال العدوى أم لا؟ لا لا، ماشي يعني مضرب تاع الخطر. كاين على بالنا باللي الأطفال ما ينصابوش يعني بزاف، الإصابة خفيفة فيها أهم الأحيان، يعني كاين حالات خطيرة عند الأطفال. نعم. قليلة يعني قليلة. يعني ماشي بزاف، نسبة قليلة، نسبة ضئيلة، ماشي غير قليلة. نعم. دونك هذه على بالنا بها، ويعني حاجة مليحة بالبزاف. كي الدراري تاعنا عشان يدخلوا المدرسة، باسكو هما يسحقوا يقراوا، يسحقوا يكونوا مع أطفال أخرين، وحاجة مهمة بزاف بزاف. نعم. أنا حبيت يعني نفكر باللي القناع ماشي غير للأطفال، القناع المعلمين وكل يعني الناس اللي يقريوهم والناس اللي كاين حولهم. نعم. هذا حاجة مهمة بزاف جدا. شكرا لك بروفيسور بن حلة، يعطيك الصحة، نلتقي في فرص أخرى. بروفيسور بوعمرة قبل أن كنت كلمة على الكلمة إفكتيمو، يلزمنا نشوف المعلومات الجديدة. نعم. إذا خذينا لي شيفر سيتاتير لي دوني لي ماتنو لي راهم سيرتو لو داني أرتيكل هذايا اللي يقول لك أنه عندنا باغ إكزومبل لونفون لا بوبيلاسيون تاع لي زونفون لي توشاو بالكوفيد موان دو 18 ans elle représente à peu près 1%. 1% hospitalisé. في لينيو اوروبيان كامل ريبريزونت 5%، ستادير كامل اللي توشي ولي تدخلوا لوبيتال اللي كي نيسيسيت، ستادير اللي كان يستجو بيدخلوا المستشفى حوالي 1%. وهذا اللي خلى وزيدوا نشوفوا انه سا سي تي امبورطون انك علاه باللي كنت طرحتي سؤال قلتي لونفيرونمون ني با كونسيديري كوم ان انفيرونمون فيكتور اسمه ينقل المرض، لانه سايتي ماتنو خلاص سايتي بروفي كو الانتقال المرض يندار من لادولت لادولت، على قالت لك الوقاع القناع الواقي لازم يكون البيرسونيل اللي يخدموا، يندار من لادولت لونفون
على ذاك الانسان اللي يتعامل مع لونفون يلزم يدير القناع الواقي اوبليغاسيون. ودوك نجيو للمحاور الكبرى تاع البروتوكول باسكو يلزم ناخذوا دي برينسيپ. كل المحاور هي مهمه ماشي غير القناع ولا غسل اليدين. راح ناخذوا لي 5 لي 5 فوندامونتو تاع المحاور تاع البروتوكول اللي يلزمنا نطبقوه بكامله. ما نقولوش يا ودي غير القناع مليح ولا غسل اليدين مليح ولا سيتادير لي 3 لي 5 الاستراتيجيه. راح ناخذوها كي عندنا ابوبلي 5 بوين ولا 5 نقاط اللي يلزم نطبقوها تبقوها بطريقة بستدير طيب. عملية. قبل أن نعود إليك سيد بوضياف، كل هذه النقاط التي تضمنها البروتوكول الوقائي للدخول المدرسة حتى تكون المدرسة بيئة آمنة ومؤمنة وحتى التلميذ تاعنا يتحصل على التعليم وكما قالت بروفيسور يعني وقت يتلاقى مع أصدقائه، هل المدرسة الجزائرية جاهزة لكل هذا؟ سيدي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالفعل هو بقدر ما ساعدنا بعودة أبنائنا إلى المدارس. يعني إلى المدارس وهم متشوقين بعد يعني فترة قاربت 7 أشهر صحيح، بقدر ما نحن يعني حذرين، ولكن الحذر هذا شيء طبيعي نقدر نقول طالما أنه هذا الوباء أصبح حتمية يعني باش نتعايشوا معاه ولا يستقيم يعني ولا يعقل أنه نخلي ولادنا بمعزل عن الدراسة إلى 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 أجل غير مسمى، لأنه لأن الفيروس راح يروح معنا حتى لا يقال حتى للصيف بطبيعة الحال. طبيعة الحال في الأوقات الاعتيادية كان الدخول يعني هم فيه هم واحد هو هم بيداغوجي بحت. بالنسبة للتربويون والأساتذة والمسؤولين، وهو أيضا بالنسبة للأولياء تحضير المستلزمات إلى إلى غيره. الآن أصبح الهم همان يعني هم صحي قبل أن يكون هم يعني بيداغوجي. وبطبيعة الحال تبقى دائما الصحة في المقام الأول يعني في المقام الأول يعني أولوية الأولويات. عملا يعني أخذا في الاعتبار لهذين البعدين يعني احنا درنا تحضير كل شيء يعني سواء من الناحية الصحية أو من الناحية البيداغوجية بالتنسيق طبعا مع زملائنا في وزارة الصحة. وأذكر يعني جيدا يعني في آخر جلسة اللي صادقونا على البروتوكول الصحي كان إنزال يعني كان حضور قوي بحضور الوزير شخصيا وكل الطاقم تاع اللجنة العلمية وكان فيه أخذ ورد وكلام وجلسة يعني مطولة يعني ماراثونية يعني ماراثونية يعني كنا نناقشوا في الكبيرة والصغيرة يعني. اليوم كيف ستكيف هذه المدارس سيما مثلا قبل أن تأخذ في الأمور الأخرى الماء اللي نقول عليه في كل حصة أنه لا يمكن أن نتحدث عن محاربة الكوفيد والماء لا توجد في بعض المدارس في مناطق الظل مثلا، هل يعني تم التفاهم مع الجماعات المحلية في تحضير الصهاريج؟ طبيعة الحال هو شوف احنا ديجا خضنا في تجارب يعني تمارين تدريبية إن صح التعبير منذ 19 لأن الدخول الإداريين كان يوم 19 أوت وكانت عندنا تمارين يعني مهمة جدا رسمية. أولا درنا فترة للمراجعة والمذاكرة دامت حوالي 10 أيام أو أكثر قليلا ثم كان عندنا امتحان شهادة التعليم المتوسط ثم كان عندنا امتحان شهادة البكالوريا. هذه كلها تدريب. على كل حال طبيعة الحال المراكز يعني محددة بمنطقات والتعداد تاع التلاميذ كان يعني مش كثير ولكن هي فرصة بحيث كان الجميع يتابع وأبدأوا يعني اسمه نوع من الرضا على الشيء اللي صار يعني في المراكز وكذا. طبيعة الحال هذا ظرفي يعني تاع فترة تاع 10 أيام أو مدة الامتحان تاع 3 أيام أو حتى أسبوع. الدخول المدرسي هو فترة مستمرة يعني طويلة. هنا كان لابد لنا من تقسيم الفوج التربوي إلى فوجين فرعيين أخذا أولا لتحقيق المعيار تاع التباعد الجسدي اللي قدرته وزارة الصحة واللجنة العلمية بالتحديد ب 1.5 متر يعني متر ونصف متر ونصف. هذا يترتب عنه أنه لابد كل تلميذ يجلس في طاولة لوحده وبطريقة معينة. وفضلا عن هذا كاين تدبير مهم جدا وهو أنه كل فوج تربوي فرعي يدرس في قاعة واحد مخصصة له. يعني طيلة الدوام أولا يدرس دوام واحد يعني اليوم نقسمه إلى فترتين فترة صباحية وفترة مسائية. في الفترة الصباحية تجي نصف التعداد تاع التلاميذ المؤسسة يدرسوا لفترة يخرجوا 12 و40 دقيقة بالضبط فيها ست حصص.
ومن بعد ينصرفوا يجي المجموعة الثانية ابتداء من الساعة الواحدة ونصف بعد تعقيم يعني عفوا نقولوا تطهير. تطهير احنا صلحوا لنا واحد المصطلح مهم جدا علميا تطهير احنا نقولوا نعم. التطهير تطهير تعقيم استيريليزاسيون يعني هذا هو هذا نعم. تعلمناه يعني مع الاحتكاك تاع مع اللجنة العلمية تطهير يعني الأقسام والحجرات وعندنا بروتوكول كما تفضل الدكتور بوعمرة انه ما كاش محطة نعطيها أولوية على الأخرى كلها مهمة نعم. حسب تدرجها وترتيبها ونستغلوا كل الإمكانيات تاع المؤسسة اللي عندها عدة منافذ مثلا للدخول والخروج نخصوا واحد للدخول والآخر للخروج عندنا المدخل يعني كاين مخططات يعني كاين توصيات صارمة وسيد وزير التربية الوطنية يعني في كم من مناسبة يؤكد على هذه النقطة نعم. لا بد من التقيد بالتعليمات والتوصيات الصارمة للبروتوكول الصحي وفيما يخص المياه بطبيعة الحال توفير المياه كنا عاملنا عليه منذ أول إرسال إلى مديرية التربية وطبعا هنالك عدة متدخلين على مستوى البلد الجماعات المحلية والبلديات والحماية المدنية نعم. وحتى على مستوى الولايات حتى على الوالي يعني شخصيا في الإقليم تاعه ايضا داير خلايا تاع متابعه ويفترض انه كل شيء جاهز لاستقبال ليكون في الموعد نعم. ايضا اذا كان سمحتي لي حتى الدخول يعني راه متدرج راح ندخلوا الابتدائي يوم 21 وكنديروا حسابات يعني راح مده الدراسه تكون واحد ثلاث ايام او اربع ايام على الاكثر بمناسبه يعني الاستفتاء والمولد النبوي الشريف الى اخره ثم ياتي الدخول الكبير ان صح التعبير وهو يوم 4 نوفمبر لمرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي نعم. اليوم اليس الخوف من عدم اكمال البرنامج مثلا التربوي مطروح سيده باشا ايضا في هذا بالفعل اولا الشيء اللي مطروح والمتخوف يعني احنا بنا بلك الدخول المدرسي سيكون تحت معيار الخوف ستوتا في نورمال كيما نقطعنا نقطع أولادنا كيما راح يكون علاش احنا نركزوا بما أن السيد الفضل أشر إلى يعني النقطة البيداغوجية وإحنا نقوله في النقطة البيداغوجية ما لازمش تغيب النقطة المتابعة المرافقة النفسية وإحنا نعلبنا ويشطرني رأي الأستاذ الفضل أن المؤسسات الابتدائية كاين غياب كبير لمختصين في علم النفس وخاصة علم الاجتماع اللي اليوم راهم هما حلقة أساسية في هذه المرافقة احنا كل سنة نعرفوا الجامعات تاعنا يتخرجوا منها كم هائل من الله يبارك مختصين في دفعات كبار ولكن ما كاش توظيف تاعهم وين لازم يكون هذا موضوع أيضا عندنا هاد المختصين في علم الاجتماع في هاد الظروف مهم جدا فيما يخص الأخصائيين النفسانيين موجودين على في الوحدات الكشف ولكن شيء يعني قليل جدا علاش وحدة الكشف بالطبع هناك وحدة الكشف ولكن لا يوجد متابعة المشكل في المتابعة هذا الشيء لماذا أقول حنا نسق بإذن الله نعم. يكون تنسيق بإذن الله تفضلي نعم. سيدة بسمح أولا نطمئن الأستاذة اللي اتصلت بنا طبيبة اتصلنا بها المهم نطمئنها أن هناك أولا بروتوكول صحي كان نتاج عمل قلت ماراطوني ولكن كان فيه أساتذة أطباء لأن ما قدروش يكونوا كل أطباء الموجودين يعني المهم كان متابعة ولي يعني pour la validation موافقة عليه كانت اللجنة العلمية يعني أعلى هرم في وزارة الصحة لذلك كان هذا البروتوكول يعني نتاج عمل وهي أكدت أنه كان شيء آخر هذا البروتوكول في المستوى البروتوكول اللي راهو درسناه احنا كجمعية وطنية على المستوى الوطن هو يعني على الورق بروتوكول ما شاء الله لكن هل يسهل تطبيقه ولكن ميدانيا احنا في الميدان هو المشكل الكبير في البروتوكول حتى انا كنقولوا ديستانساسيون فيزيك ولا التباعد الجسدي لكن المهم جدا أنه يكون تباعد جسدي في الميدان وهذا مهم جدا كان ذكر الأستاذ شي مليح وقال لك درنا وستادير دي سيناريو شفنا وشفنا كيفاش باش نطبقوا على لا ديستونساسيون سوسيال باسكو هذا لو برومي ستادير لو برومي بارامتر لو برومي ملي المحور الاول في البروتوكول سي لا ديستونساسيون فيزيك مي لا ديستونساسيون فيزيك التباعد الجسدي راح نجو ليها النقطه الثانيه وهي مهمه جدا في البروتوكول اللي لازم تكون سي سيرتو ليميتي والاختلاط باسكو نابالو براساج كيفاش ليميتي والاختلاط ليميتي والاختلاط اولا نكمل برك الفكره باسكو سي امبورطون في ان بروتوكول لازم نكون في هذا لي زيليمون
اولا لازم نخبروا الاولياء الدخول والخروج وقتاش. لازم ثاني كنا نفورميو الناس كيفاش يجي يستدير لو ديبلاسمون تاعهم في لي كلاس في الكور في الانتر كور في وقت تو سا سي دي باسكو كاين ان بوين تالي اللي راح نحكي عليه سي لا فورماسيون لانفورماسيون اي لا كومونيكاسيون. هذا نكمل برك لي دي برك باسكو لا فورماسيون سي تري امبورطون. لا فورماسيون لانفورماسيون هذه تبدا من الان ولا من اول درس، مش راح توشي غير الطفل، لازم كانت شيء باسكو عندنا حنا العناصر اللي يلزم يكونوا في البروتوكول هما اللي راح يطبقوا البروتوكول. نعم. هو الولي الاولياء هو الاستاذ هو الطفل وهما سي تادير لي بيرسونال اللي يخدموا في كل الفاعلين. تفضلي دكتوره بصحه. البروتوكول الصحي، البروتوكول الصحي بما انه اسمه يدل عليه بروتوكول صحي، حنا وحدات الكشف والمتابعه في يعني حنا استبقنا العمل وحنا معاهم في اتصال، كانوا في فورماسيون، تكلمت على فورماسيون، كانوا فورماسيون هاد الاسبوعين لي وكان محور سي با لي دوني سانتيفيك باسكو حنا الاطباء عارفين المعطيات حتى في وزارة الصحة مطلعين عليها، يعني حنا كيفية التواصل كان هناك يعني فورماسيون سور التواصل لازم تكون شبكه ان ريزو كومونيكي صادير كيفيه التواصل كيفاه نوصل المعلومه للاستاذ للتلميذ لان تختلف من التلميذ للاستاذ للولي للعامل البسيط، لازم تكون الطريقة اللي نصلوا بها الرسالة حتى يصل ادابتي ميم لا فورماسيون بار اكزومبل بار رابور لاج تاع لونفون الطفل الصغير مثلا. هذا واش قمنا به. خلوا لنا السيد محمد بوضياف يتكلم لنا على كل هذه الامور. بالفعل انا باش نجاوب الاختها فيما يتعلق بالشان البيداغوجي. نعم. الجانب البيداغوجي باش تكونوا مطمئنين اكمال البرنامج طبيعه الحال. نعم. شوف هو في نهايه المطاف لانه اصلا البرنامج يقول لك ثقيل في الفصول الاخرى. شوف هو اذا كان سمحتوا لي برك، اذا كان سمحتوا احنا قضيه ثقيل ولا خفيف ولا هذا شان اخر. لماذا؟ لانه احنا في نهايه المطاف الذي نحاسب عليه ونحاسب انفسنا عليه هو مدى تنفيذ المنهاج. لأنه باش ناخذ قرارات تكون وجهة وموضوعية، هذا يستاهل ينتقل، هذا يعيد سنة إلى غيره. طبيعة الحال إحنا ما راحينش ننفذوا المنهاج بالصورة ولا بالشكل اللي كان عليه في الظروف العادية. هنالك تكييف على مستويين، أولا على مستوى المحتوى، على مستوى المحتوى هنالك تخفيف درناه وعلى أساس ندخلوا في 4 أكتوبر، ولكن كي زاد امتد الى 4 نوفمبر رايحين نزيدوا اعاده تمحيص للمحتوى. هذا اولا. الجانب الثاني من التخفيف هو في الاليه تاع التنفيذ، لانه كاين قلت لك كاين راس مال لا ينبغي ان كاين حد ادنى ما نقدوش نهبطوا تحته، والا ما نتكلموش على منهاج وعلى مستوى وانتقال وكذا، والا نكونوا متناقضين. الوغ كاين واحد الحد ادنى ما نهبطوش تحته، هذا من جهه وسنعمل عليه مره ثانيه بعد ما عملنا عليه في دوره سابقه. الشيء الثاني هو اليه التنفيذ في القسم وفيما يسمى بالتعلم الذاتي اللي يحتاج مرافقه من الاستاذ. بمعنى كاين عندنا عمل ان شاء الله راح نديروه نحدوا ما الذي ينبغي ان ينجز حضوريا في القسم. نعم. وما الذي يمكن وكيف يسير ينجز وكيف يسير. نعم. يعني توجيهات يعني واضحه للاستاذ حتى ما يريحش في غبن. نعم. نرفع عليه هذا الغبن، ثم نحدد ايضا الذي يمكن ان يمدد الى البيت، وهذا يدخل في صميم المقاربه بالكفاءات التي نادت بها المناهج منذ الاصلاحات تاع 2003 واللي فعلا في الممارسه ميدانيا مازال ما وصلناش ليها. اللي يتكلم لا ماهوش غير تجهيز. لا 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 حتى المقاربه ماهوش غير هذا. لا لا حتى من طريقه التسيير. لانه شوف حتى الولي لعب دور سلبي في هذا الجانب. إذا كان لاحظتوا منحة تصاعدي في الذهاب إلى المدارس ما نقولش المدرسة الخاصة المعتمدة. نعم. يعني للدروس الخصوصية. نعم. وين ولا التلميذ متلقي سلبي. صح. بمعنى في المؤسسة
كاين طاقم تربوي ساهر عليه وكي يخرج يلقى بابا مباشرة يعاود يديه الدروس الخصوصية. نعم. كاين ناس أخرين يسهروا عليه. السؤال الذي يطرح متى يعمل هذا التلميذ؟ صحيح. إذن إلى أي مدى يصح نعم. حديثنا عن تعلم ذاتي؟ نعم. وإحنا المقاربة بكفاءة نقول كاين منطقة تعلم وليس التعليم. سيد بوضيق سيد باشا فيما يخص التوقيت يعني وزارة التربية الوطنية عملت توقيت من الساعة 8 الفترة الصباحية من 8 إلى 12:40 دقيقة ثم الفترة المسائية من 1:15 إلى 5:25 دقيقة. نعم يعني الأطفال تتخللها فترة لا نتكلم عن المتوسط والثانوي. نعم. التعليم الابتدائي عنده تنظيم خاص تنظيم تاع المرحلة الابتدائية يدرسوا وكأنهم في النظام التقليدي. نعم. يعني العادي. نعم. يعني قبل كوفيد. وش هو الفرق؟ الفرق هو أن الفوش التربوي تقسم على اثنين يعني المؤسسة باش تكونوا في الصورة يعني كاين نمطين من المؤسسات في الابتدائي كاين اللي تعمل بنظام الدوام الواحد كاين دوامين وكاين اللي تعمل بنظام الدوامين ما معنى هذا الدوام الواحد والدوامين الدوام الواحد نقصدوا به أنه كل فوش تربوي عنده قسم تاعو خاص ريزيرفي ليه اما نظام الدوامين كاين حجره تاع دراسه واحده ويداولوا عليها عفوا يداولوا عليها فوجين تربويين الذي يحدث في النظام الاستثنائي او التنظيم الاستثنائي هو ان الفوج التربوي تقسم على اثنين بالنسبه للدوام الواحد يدرسوا من الاحد الى الخميس يوم بيوم يعني نصف الفوج يقرا كيما موالف نعم يوم بيوم بالتناول بالنسبه للي يعملوا بنظام الدوامين جرت العاده في الظروف العاديه يقراوا من السبت الى الخميس نعم نفس الحكايه نعم. يتقسم فقط الفوج التربوي على اثنين ويقراوا يوميا نعم. فتره صباحيه وهذا سامحني بروفيسور عمره فيما يخص اولياء التلاميذ هل يعني تساعدهم هذا البرمجه هذه احنا اليوم في هذا الظرف في هذا الظرف اللي رانا فيه احنا دائما نقولوا كجمعيه وطنيه كنا نديروا دائما ثقه في المختصين البيداغوجيين نعم. والاساتذه والمختصين في قطاع الصحه احنا اليوم عندما شفنا البروتوكول كنا مرتاحين ولكن فقط التخوف تاعنا هو تطبيقه في الميدان وعندما نقولوا الميدان ما نقولش الجي نعم. يعني لالجيري سي با الجي مناطق الظل مناطق الظل تفضل 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 هذا التطبيق لانه الان كما رانا في الظرف الاستثنائي حتى في التحمل المسؤولية ترنا في ظرف استثناء ينبغي أن تكون المسؤولية متقاسمة ما بين كل شركة والمتدخلين يعني نبدأ بالمربين نبدأ بالأولياء اللي كما قلت أنت هي كلمة مهمة جدا عندهم دور أساسي التوعية والتحسيس والتجنب وأنا أذكر بالمناسبة إذا كان سمحتي لي في بداية هذا الكوفيد هذا إن شاء الله عافانا الله ورفع علينا في أقرب وقت أنه كنا نحسدوا الأطباء ونقولوا الجيش الأبيض يوم المآزر البيضاء يوم المآزر البيضاء دوك حنا ثاني الاستاذ صالح يكونوا في نفس جاتنا فرصه ونبينوا ونثبتوا يعني كما يقول لك الجداره تاعنا باننا هذيك الامنيه نستحقوها يعني والاساتذه جاوبوا السيد بوضياف جاوبوا ما يخص هذه البرامج الخاصه شوف يعني شوف الأساتذة على كل حال احنا غير كما لحقتهم المخططات والتنظيم وكذا ما زالهم مرافقة ورانا في مرافقة متواصلة ومستمرة ومع التوضيحات ومع الشروحات مع كذا تتبين الأمور يعني أنا قلت احنا ما يهمنا أنه الأستاذ ما نخلوش في غبن قلت لك نرافقه يعني كجهاز تفكير على المستوى المركزي بكل يعني لأنه احنا اللي صممنا وهندسنا لهذه المخططات والتنظيم في المدرسة عندنا رؤية متكاملة من بدايتها إلى نهايتها ولقد طرحناها لوزارة التربية سؤال يعني لا قدر الله لا سمح الله عندنا اون دوزيام فاك او موا دو جانفي باغ اكزومبل موا دو فيفري نزيدو تاني نوقفوا الدراسة هذا شيء يعني اللي حنا كأولياء رانا متخوفين خفنا نولوا نفس السيناريو اللي فاتنا الله غالب باسكو سي كان عندنا غير ان سول بلان اسكو اون بو علي نقدروا نروحوا اسمح لي لا بريمير فاك برك على لاك لا بريمير فاك ما كانش عطنا دي دوني ابيديميولوجيك ولا دي دوني سيونتيفيك مجهول لذلك غلقنا الان مع لي دوني اللي كنت نقول لك عليهم حتى انه في بلدان اخرى قال لك ميم افيك دوزيام فاك تشوفوا في دي بيي لي فوازان ولا بيي وي مازالهم ولا يسجلوا في حالات كثيره ما غلقناش المدرسه كنت قلت انا انه الان المدرسه ولا ماهوش ان انفيرونمون لانتقال المرض بروفيسور بو عمره سامحني هذه اسئله الاولياء اذا مثلا تم اكتشاف حالات عند الاساتذه لانه نقولوا الاطفال ايضا يسال هناك حالات اطفال قليله ولكن موجوده كيف سيكون التصرف مع هذا الوضع احنا اولا باش نتكلموا في نقعد دائما في نفس السياق احنا الان احنا في حرب
ضد هذا الفيروس. يعني حرب حقيقية بكل المجهول. يعني حرب بكل معنى الكلمة لكلمة حرب. يعني إذا كان هناك كل يعاوننا حتى الأولياء نتكلم في هذه الفكرة. إذا كان عندنا جيوش الآن اللي عندنا الآن لازمنا الجيوش الاحتياطية. يعني لازم تكون عندنا جيوش احتياطية تكون من التربية الأطباء من أولياء التلاميذ حتى نقدروا نتغلبوا على هذا الوباء. كيف نتغلبوا عليه؟ أنه خلوش ينتشر هذا الشيء وما يكونش ونتكلموا على المدارس أنها ما تكونش انطلاق للأوبئة ونعود نرجعوا لغلق المدارس. نعم. أو حتى تفكير في فكرة غلق المدارس الآن ليست دارجة في هذه الفكرة. ولكن أن يعني دوزيام فاك أو زيادة في عدد المصابين هي يعني احتمالية واردة وعند اكتشاف عند اكتشاف الحالات. إحنا في البروتوكول الصحي هناك بروتوكول توجه إلى الأطباء اللي تكلمت عليهم الأطباء الوحدات الكشف والمتابعة لعددها نعم لعددها اللي هو 1923 يعني قارب 2000 وحدة والأطباء أطباء الأسنان والمختصين النفسانيين وحتى الشبه الطبيين كلهم يعني على قدم وساق وصلنا لهم هما يعني أوتوماتيكمون هم جاهزين وزدنا كيف مثلا دكتور بوسباحة مثلا أستاذ أو عامل في المدرسة عنده أعراض حتى ولا نقول له في هذا المرض كان اللي ما عندهمش أعراض يعني أسيمتوماتيك لكن عنده مثلا أعراض كيف يعني تتعاملوا معه؟ هل يروح يدير البيسير أم يعمل التست سيرولوجي؟ لأنه نقول هذه تكلمت معك بروفيسور بوعمرة بعض المؤسسات العمل ليست تربوية يطلبوا من يعني العمال يعملوا تيست سيرولوجيك بعد ما يكون بوزيتيف يعني ايجابي يقولوا لهم لازم تتعزلوا حتى انه لازم الامور تتوضح في هذا الشيء. لو تيست سيرولوجيك سي نوتر ديبا صادير لو تيست سيرولوجيك ديجا بوزيتيف اسكو لي زي جي جي لي زي جي ام صادير لازم يكون ان ديبا علاش حبيت نسالك هل هناك تحضير بروتوكول؟ نعم هناك تحضير بروتوكول هناك حتى هناك يعني وزارة الصحة عندها توصيات أو لزنسكشن تعليمات في حالة وجود يعني هناك يعني كيفية التعامل مع الحالة اللي تكون. هل سيتم غلق مثلا تكون حالات يتم غلق المدارس أم يعزل الشخص؟ لحد الآن اللجنة العلمية هي بصدد دراسة لأن هناك يعني اتجاه عالمي أن هناك عندما يكون ثلاث أطفال في نفس القسم أو ثلاث أقسام بهم ثلاث تلاميذ يعني تسعة نغلق القسم في عندما يكون ثلاث حالات وغلق المدرسة عندما يكون ثلاث هذه كمبدأ توصية عالمية لكن اللجنة العلمية هي بصدد الدراسة في هذه النقطة بالذات حتى نكون جاهزين خاص نعم نكون جاهزين لأن البروتوكول هو يعني هو شيء يتغير من يمكن تغييره من يوم مالي يمكن تغيير معليش سمحي لي كاين هناك شيء آخر واللي نعلن عليه الآن هو يعني بالإضافة إلى البروتوكول الصحي اللي كانت في أطباء هم اللي حضروه واللجنة العلمية هي اللي صادقت عليه هناك كذلك فوق هناك جروب دو ترافاي ولا خلية عمل هي لجنة يقظة لا هي مخصصة فقط للمدارس يعني للمدارس سيكون فيها خلية في وزارة الصحة نعم. يكون فيها أطباء الأوبئة يكون فيها أطباء أطفال نعم. حتى ندرسوا كيف يعني متابعة يومية يومية هي لعمل حتى يكون هناك عمل استباقي نعم. يعني خاص لأن البروتوكول الصحي هو عمل يعني حدوده هي المدرسة نعم لكن هذه يكون فيها أساتذة نعم في علم الأوبئة وأساتذة في نعم. مختلف الاختصاصات نعم مختلف الاختصاصات نعم. حتى يكون عمل استباقي نعم يعني احنا شفنا احنا نشوفه لأنه هي توقعات نأخذ من تجربة معليش احنا ناخذه من تجربة
الأوروبية أو التجربة اللي نعم يعني جيراننا نعم. التونسيين والمغربيين نعم. حتى نشوفوا الأخطاء أو اللي نسميها السقطات اللي نعم. كانت في في البروتوكول نعم. حتى نتفاداوها وتكون عمل استباقي. احنا في حرب صحيح. يعني حتى الحرب هي استباقيه. فقط السؤال اللي طرحتونا نقول سؤال اخر بصيغه اخرى نعم. كيكون زعما ان كا سيمتوماتيك يعني واحد عنده باغ اكزومبل لو نيكي كول نيفويسيل ولا استدعي تعطس القسم ولا تكون اون بانيك. احنا على بالنا بلي كيفاش حاله الذرع يعني لا بانيك كومون جيري كومون جيري لاتينا للواقع والرياليتي. يقدر يجيك واحد عنده الحمى تكون لا بانيك تبعو لا بانيك تخاف يكون عنده دي سيمبتوم ودي سيمبتوم احنا نعرفوا باللي رانا في 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 ديما لا ديسيزونيير ماتنا ديال الامراض عندهم في نفس لي سيمبتوم. ما هي الطريقه اللي راح نتعامل بها ما هو لور تاع لو ميدسان تاع لو دياس اسكو المريض هذا كان نعيطوا له البارون تاعو وهو اللي يجي الاب خليني نكمل سي سا لي شوز براتيك باسكو نقعدوا في الواقع تاعنا. اذا يجي نعيطوا الاب تاعو لانه كاين في بروتوكولات صحيه وين يقول لك الفو افيرتي لو بارون الاب تاعو هو اللي يجي يديه ولا اسكو الاستاذ ولا المعلم ولا الانسان اللي يشتغل هو اللي راح يرافق الطفل الى المراكز الجواريه الصحيه. كاين بوان امبورطون برك ثانيكا ça c'est pour l'information et la communication. Il faut toujours informer parce que pour éviter le brassage, je me trahis bizarre. La prise de la température, on ne dira pas que c'est dans l'école, surtout pour les écoles primaires, parce qu'on trahit bizarre. Il vaut mieux parce que quelqu'un qui est muhim jiddan, il faut responsabiliser garnas. C'est-à-dire la responsabilité de jamia, de l'a, de l'wali. تاع الاسوسياسيون جهاز قياس الحراره ما لازمش يعملوا اذا كان يستعملوه باغ اكزومبل في نحكي كثير على لي موان دو اللي يقراو في البريمير كان الاب كنا سونسيبيليزو كذا يستعمل اذا شاف الحمى عند وليده ما يديهش ليكول سا سي اون بروسيدور وين داروها بروتوكولات صحيه. ماتنو راح ليكول وجينيرالمون في ليكول اللي راح تقول تشوفوا شكون اللي راح تشوفوا تقول عنده الحمى ولا ما عندوش راح يكون سواء الاستاذ نتاعو ولا شخص من الاداره اللي راح يقول لك او عنده اعراض واش ندير. الحاجه المهمه مادام نتعايشوا مع هذا الفيروس اسكو نلقاو كان كا بوزيتيف واحد مريض ما قلناش كا بوزيتيف باسكو اللي جوسكامات اللي جوسكامات راهو سوسبي اسكو رجعوا للدار يروح ليكول ولا نديوه لو دياس ويديوه المستشفى باش نكملوا بحكمه. دكتور ما كملتش لي ديما ما تقدرش تفضل نديروا له لا بي سي ار ومادام كي نديروا له لا بي سي ار كي يخرج بوزيتيف اسكو شحال نخليوه في الدار يقعد اسكو كي يرجع للقسم اسكو يلزم ندير له بي سي ار باش يعاود يرجع. هذه الاسئله لازم تكون في البروتوكول لانه هذه هي الطريقه العمليه اللي نقدروا نتعاملوا بها. هذه الاشياء اللي راح تصرى لنا حنا توقعات حنا رانا نقولوا رانا تعايشوا مع هذا الفيروس. انا واحد اني نستنى انه يكون حالات في الـ في الـ في الـ في الـ في ليزيكول ماشي راح نقولوا المدارس حتى انه كما قلت ان لا كونتاميناسيون في ليزيكول ماهمش كونسيديري سورتو اللي قل من السنه السادسه استدير بريمير ماهمش كونسيديري كوم دي فوايي مي اون فاد نطيحوا في هذه الحالات وهذه الحالات يسمى لها اجابه تطبيقيه استدير سي دي سيناريو. علاش قلنا التوقعات فورمي الاداره الاداريون والثالثة لا كومينيكاسيون الى كومينيكاسيون سي لا ميم شوز توشي الطفل نعم. بعقله فاني كون ادابت كما كان الاخ لا بيداغوجي بارابول لونفون توشي كاع الناس اللي لعبوا واللي عندهم دور في هذا البروتوكول. تفضلي يا دكتوره. للاجابه على التساؤلات الدكتور الاستاذ اولا لازم هذا شيء مسلم به ونعرفه جميعا ان الطفل يعني باش يكون هناك حالات خطيره عند الاطفال هذه قليله جدا نعم. في العالم وهذا شيء مسلم به. احنا نخافوا ان الاطفال هم اللي ينقلوا هذا الفيروس ينقلوه الى البيوت تاعهم. هذا الخوف هذا يجي هذه مهم جدا. انا قلت كنت نقول لا ترانسميسيون ادلت اي ادلت اي واحد كبير اي لونفون
اي سي رار سي لونفون اللي يعدي لادولت. وعلى ذلك نلقى واحد بوزيتيف الحاجه المهمه جدا حتى ولا درتوا هذه الخليه اول شيء تنداري نونكيت في الفوايه تاع الطفل نلقى واحد من الطفل هو اللي عطى هذاك الطفل واحد كبير وهذه كل المعطيات الان العلميه راهي تقول هذا الشيء. هذه هذا يكون شيء بديهي لان هناك يكونوا اطباء اوبئه واساتذه اوبئه بالطبيعي يكون هذا التوجه. بالنسبه للحالات المشتبه بها احنا نعرفوا لان المدرسه فيها المعلم فيها الادانيين فيها التلميذ فيها كل، لكن التلميذ او الاطفال يبقوا دائما سيديكا اسيمبتوماتيك وهذا شيء اللي يزيد من صعوبة الأمر. احنا بالنسبة لكا سوسبي باسكو البروتوكول الصحي اللي راح للمدارس والبروتوكول الصحي اللي روح لوحدات الكشف ليس يعني يروح البروتوكول الصحي اللي روح اللي راح المدارس. بالإضافة إلى ذلك هناك بروتوكولات صحية اللي تكون بالنسبة للأطباء اللي هم متكلفين بصحة الطفل. مثلا كي يكون عندنا حالة مشبه فيها الطبيب الموجود في المدرسة هو اللي يأخذ بعين الاعتبار. طبيب في المدرسة. في المدرسة هو اللي يأخذ. موجود. هناك يعني هناك وحدات الكشف. طبيب داخل المدرسة. لا سمحي لي في هذا الظرف. في هذا الظرف. معليش. احنا قلنا باللي هناك الاداره هناك استاذ هناك نورمال كشف الحراري او هناك يعني عندما يظهر عند الطفل اعراض هما يتصلوا بالطبيب اللي يكون او اللي يكون في هذا الكلام في الـ يعني حنا نختصر الكلام باسكو جالي دير محسوب يتصلوا خير ولا ما يعيطوا للابوي يتصلوا هذه الاشياء لازم تتعرف هذه احنا بعثنا حتى نفهم بعضنا يعني احنا بعثنا لوحدات الكشف والمتابعه الاطباء تاع لي زودياس على بالهم كل هذا المخطط يعني هما بعثنا لهم هذا المخطط يعني هما يتصلوا تتصل بهم الإدارة وكاين مدارس فيها ليزوديس يعني موجودة في بعض المدارس نعم السياج تاعهم كاين ليزوديس كاين لي ميدسان. هاد الأطباء لما يكون هناك حالة مشتبه بها لأن ما تكونش حالة يعني نقولوا كوفيد حتى يكون فحص يعني بيسير نعم هاد الحالة يروح مع الطبيب الطبيب هو اللي يتكلف بهاد الحالة كيف يعني يأخذ الطفل إلى المؤسسة الجوارية القريبة نعم نعمل يعني أخذ عينة من المخاط وكل ما يعني نعم. لعمل PCR والطفل يبقى في بيته لازم احتياطيا نعم والأولياء تاعو يكونوا على علم وفي الوقت نفسه يكونوا بالإجراءات اللي لازم يتخذوها نعم. الأولياء وحتى يمكن إجراء فحص للعائلة نعم. هذا شيء بديهي نعم. يعني لم بديهي. يتبقى لنا نعم. الكثير من الوقت والوقت يعني كبير يمر بسرعة والوقت لازال باقي نعود حصص أخرى لأن الدخول المدرسي على الأبواب ومهم جدا وهو بادرة خير عن الإعلان عن الدخول وليس الدخول نعم لحد الساعة عن الإعلان ان شاء الله سيكون دكتوره بسمحه رانا نترقبوا الوضع والمتغيرات ان شاء الله سيكون دخول مبارك انا نقول كما قلت في البدايه هو الوضع يحتاج الى التنظيم الصحي ولكن صدقوني في هذه الامور كما نقولها في العديد من المواضيع في الحصص يحتاج الى اتصال الشفافية في الاتصال والتواصل نعم. إلى تعاون مع كل تضافر الجهود مع كل أولياء التلاميذ الأطباء نعم والحكمة أيضا ما تكونش لابانيك يعني يكون مثلا حالة في مدرسة تزرع الرعب يعني في صفوف الأطفال نعم وهو يظهر لك هذه في بداية المرض الان حنا نثبت ان باغ في الجامعه لما صحت لنا وحده مريضه الجامعه غلقت الان انا خلاص بدلنا استراتيجي انا في التعايش ثم بدايه معليش التعايش هو يعني لازم التوازن بين التفريط والافراط نعم لا افراط ولا تفريط ولا افراط ولا بسرعه برك سيدي الكريم انا واش نقول فعلا هو الموضوع هذا يطلب كثير من الوقت ويستحق مزيد من الوقت. احنا واش نقولوا الان كوفيد رانا عمر معنا طويلا الان
كما تفضل الدكتور الإغلاق تاع جامعة البوليدة كان في سياق والخاص لما كنا في البداية. نعم. لأن أصبح يعني كل الكبار الصغار كذا عندهم نوع من التجربة في التعامل وكذا، بقى هو التوعية وأخذ الحيطة والأولياء تلعب دور. إن شاء الله يكون دخول موفق إن شاء الله. شكرا. والأولياء يلعبوا دور تاعهم. الأولياء أنا دائما نصيحة عن الأولياء هم الحلقة الأساسية. هم من البداية. لا منذ 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 انقطاع التلاميذ وهم. لا لا على الدخول يعني. أما الدخول إحنا نقول الأولياء يرافقوا ولادهم ويقدموا لهم النصائح اللازمة ويرافقوهم، ما نقولوش فقط في الدخول ولكن طيلة السنة الدراسية. نعم. يعني مرافقة سلسة وطيبة، ونتمنوا لكل أبنائنا وكل الجماعة التربوية دخول موفق. شكرا لك. أولا أنا نشكر الناس اللي عملت على هذا البروتوكول، هذا مجهود ومشي سهل. مجهود صحيح ومشي سهل. إذا نعرفوا أن الأطفال ولا عدد الأطفال في الجزائر حوالي الثلث أو الربع، 10 ملايين 40 مليون، إذا يلزمنا أن ما نقولش غير الأولياء هما العنصر الأساسي. عندنا أربع عناصر: الأستاذ واللي بيرسون اللي يخدموا في الادمنستراسيون، الطبيب والمعلم. نعم. يعني كلهم عناصر أساسية. نعم. نزيد برك باش نطمئن الناس، سايتي دوك ماتنو ديمونطري بلي لانفيكسيون ولا لا ترانسميسيون قليلة ما بين الطفل والطفل، قليلة ما لأنه كيكون. علاش أنا قلت مقبلة؟ قلت لك يمرض واحد الطفل روحوا نشوفوا لافامي تاعو، لأنه لا ترانسميسيون ما بين الطفل للطفل قليلة. نعم. لا ترانسميسيون ما بين الطفل الكبير قليلة. إذا دائما يقعد لادولت ولا الإنسان هو اللي يقدر يعطي، وهو اللي يلزم يطبق يلزم حتى في البروتوكول يقولوا له يلزم يطبق الاحترازات. نعم. الوقائية بطريقة جيدة. شكرا لك بروفيسور بوعمرة، دائما نتعلم معك. شكرا دكتورة بسمحة على تفضلي كلمة بسرعة لأن وقت البرنامج انتهى. يجب إعطاء الحيوية لهذا البروتوكول باش يكون حي، لازم كل الأطراف تشارك فيه يكون أكثر حيوية من الفيروس حتى نتغلب على الوضع. شكرا لكم جميعا، شكرا لكل من ساهم على إنجاح هذه الحصة، كل المخرج والمشرف على الحصة بعلم لافادي، وكل الذين ساهموا إذن في إنجاح هذه الحصة. نلقاكم بخير ونحن في خدمتكم. أي أسئلة وتساؤلات لكي نفهم ونتفهم الوضع حتى نخرج بأقل الأضرار إن شاء الله. دمتم بخير، شكرا لكم.